احذروا مين نزل أغنية. العظيم يا جماعة نور مرخ شخصيا، اللي ما بعرف نور مرخ احضر فيديوهات السابقة عنه. هو بكل بساطة شاب بيعمل فيديوهات على تيك توك، لكن مش طبيعي كمية الزلومية اللي عنده. هو أزلم واحد في العالم. بس بدي افرجيكم تيك توكي واحدة من تيك توكات عشان انتم بس يعني ايش تاخذوا، بس تفهموا، بس عارفين عليه شو قصدي. طلع يا جماعة طلع. نور مرخ وصاحبه ماشيين مع بعض، بيعملوا الاشياء اللي الاصدقاء الشباب بيعملوها، زي مثلا بيلعبوا بشعر بعض، بيحسسوا على بعض كذا يعني. بعدين اجى واحد اصطدم بنور مرخ، تمام، اصطدم فيه، جرأ ولمسه، طلع شو حيصير فيه. بس فهميتوا كيف؟ فقعوا شلوط خلص. هيك كان زمان الوقت لما حكيت عنه، ما بعرفش اذا لسه هيك. انا ما بكره نور مرخ، بالعكس لطيف البني ادم. صار في مشكله وقتها انه كان في محاولات من متابعين يحذفوا قناتي، بس انا وياه حكينا مع بعض وكل امور تمام، عارفين. هلا الفكره انه نزل اغنيه، هاي الاغنيه يا جماعه حطيتك براسي. قبل ما نحضر الاغنيه خلينا نحضر فيديو الكواليس، خلينا نشوف كواليس الاغنيه. هذا اول فيديو بنزله بهالمكان بهالقناه. ضحكه مشاكسه يا نور مرخ. يوم السبت رح تنزل غنية الساعة 4، خليكم جاهزين. مهم يا جماعة. ايش في يا زلمة؟ يا جماعة هذا رح يكون أول يوتيوبر ممكن يعمل هيك شيء. بالضبط يا جماعة، نور مرخ هو أول يوتيوبر في العالم حيعمل فيديو كليب. توماس أديسون اخترع الكهرباء، نيكولاس تسلا اخترع المغناطيس، ونور مرخ اخترع الفيديو كليبات. يا جماعة بس متابعين نور مرخ جيش الجلدين، بليز ريلاكس، اهدوا خذوا نفس، لا تعصبوا على طول. انا بعرف يا جماعه متابعين هذا الزلمه بتحسهم معصبين دائما، هم بيستنوا اي شيء يعصبوا عليه، هيك بيحضروا فيديوهات هيك. شو بتحكي؟ نور مار احسن منك، انت واحد زباله يا زباله المدرسه. تشل عارفين، ما تخافوا. في شيء كويس في الفيديو هذا، ما عليكم. طيب يا نور ليش تاخرت فيه 7 شهور؟ يعني ليش 7 شهور؟ يعني الاغنيه تعبت عليها 7 شهور، يعني انا بتوقع صراحه اغنيه خلص بدي تحط كل حدا بجدتك الصغيره، مايكل جاكسون، ذا بيتلز، مين، كلهم ولا شيء حيكونوا قدام الاغنيه هاي. هاي الغنيه انا تعذبت فيها كل النواحي، يعني من اول ناحيه يا جماعه تخيلوا 3 شهور وانا عم بتدرب على امه. 3 شهور تتدرب عليها؟ 3 شهور بالله امانه. لو انك اوبرا بتعمل، اللي هو اللي بيكون لا فيجارو، ما بتقعد 3 شهور تعمل تتدرب. عشان بتتدرب 8 شهور يا زلمه. هلا تسمع الاغنيه يعني 3 شهور من غير 3 شهور اللي كتبنا الكلمات، 3 شهور كمان بتكتب الكلمات، يعني 3 شهور تكتب الكلمات، 3 شهور تتدرب على الكلمات. ايش ايش في يا معلم؟ انا لسه بديش احكم عليه، انا بدي اسمع الاغنيه تمام. ليه يكون عن جد هيك عمل؟ بهذا اليوم يا جماعة راح تسجل غنيتي. طيب سيبكم من هالكلام، ليش ما نسمع الأغنية؟ عليها ما شاء الله 1,000,000 ب5 ساعات. أوبا والله لعيب يا نور مرخ، يلا نحضر. نور مرخ بزلوميته، بقوته، بهيبته، بعظمته، قاعد ببيع ورد؟ شو؟ أوكي يا هلا والله. اوكي بلشت احب الفيديو. طلعوا النظرة اللي فقعها نور مرخ، اعطاها واحدة زي هيك، بتحسه زي الاسد قبل ما ينقضع فريسته. سوف يضرب الاسد الضربة القاضية النموذجية، في حين ان الفرق يمنع الفريسة من الابتعاد. قبلي كان كتير حبيت، وضحكت ضحكت يعني قلبها مل. الأسد نور مرخ طلع كيف ضحك، بينت أنيابه الذهبية. ويا مهويت ما ناي، انت عيب عليك، ليش ليش تزدت العرباية زي هيك كلها ولد وقصص، حرام عليك، هذا إسراف، هذا إهدار. توقعت من كل حد انت مان بنت، بس عشان بس بنت عادية هيك مرت بعد كل مبادئك. اوكي يعني عن ابو بنت عادية. والله حبيت الاغنية. اغنية حلوة يا عارف، جد حلوة الاغنية، من اجمل الاغاني. اتوقع اني اللي بيعرف حساب الاغنية على الانستغرام يبعث لي اياها بكومنت.
الاغنية حلوة كثير حلوة الاغنية فاهم. بس والله يا اخوة لازم اعيد الجزء هذا لاني ما سمعت اشي. يا ما عشقت ويا ما هويت صح كنت طايش لكن هلأ عالحلال نويت. هلأ عالحلال نويت الاغنية عن كيف هو انسان كان زمان زير نساء بس هلأ قرر انه الحلال هو دربه هو طريقه. جماعة هذول النساء شو حيفيدوك شو حيفيدوك في الآخرة؟ كلكم يا جماعة كله زي نور مرخ خلص بس الحلال عارف؟ بيني وبينكم يعني هاي البنت بتخلي أي حدا يفكر بالحلال. أنا مش شايف غير حلال قدامي. المضحك إنه بنت روسية يعني بنت روسية عارف؟ يعني نور مرخ بعد كل البنات اللي مر فيهم هاي البنت الروسية خلته يفكر بالحلال خلص. يا اخي هذا المقطع بيخليني هيك اقرب على الشاشه ما بعرف بيعمل لي زي المغناطيس يا اخي مش قادر. قبلك انا كثير حبيت يا ما عشقت ويا ما هويت صح كنت طايش لكن هلا عالحلال نويت. يا جماعه مش معقول الاغنيه هاي اغنيه بتحكي عن كيف هو قبل هاي البنت كان يحب كثير. تخيلوا هاي الشغله تصير بالحقيقه. عمي اهلا فيك يا ولدي. عمي ممكن اخذ بنتك على سنة الله ورسوله؟ يا ولدي كيف ارفض انسان طيب ومخلص مثلك؟ شكرا لك عمي على ثقتك ولانك وثقت فيي لازم احكي لك هالسر. طيب انا حبيت كثير 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 بنات قبل بنتك. شو يعني كثير ما بتتخيل. وبنتي بتعرف عن الموضوع؟ بتعرف ما عليك حتى في مره خليتها تحكي معهم. يعني استنى استنى شو يعني انت لسه بتحكي معهم؟ طبعا شو بدك يعني ابطل احكي معهم؟ ممكن يحسوا بالوحده. انت مجنون يا زلمه. ممكن يصير معهم اكتئاب. بدك البنات تصير معهم اكتئاب؟ ما بصير. خلص يا سيدي مو مشكله بس اهم اشي انك تعتني في بنتي. لا 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 ما عليك ما عليك عمي بنتك فاطمه حتكون في ايدي سليمه. بس بنتي اسمها سندس. نكون صريحين الاغنيه هاي برودكشن الفيديو متعوب عليه البنت متعوب عليها. خلص خلص فممتاز يعني ممتاز صراحه يعطيك العافيه يعني صحيح انا مسخر بس نقول الحق يعني زلمه تعبان عليها. حبك شيء اساسي وتحط ايدك على قلبي. يا جماعه اقول لكم هالشغله بس شو قصه اليوتيوبرز مع اغاني الحب؟ ايش في؟ تعبت يا اخي تعبت والله قاعد بدخل في علاقه جديده مع علبه ملح يا جماعه. انا كل اسبوعين جيت لي اغنيه عن الحب كل شوي. انا سؤال ذبحوني قعدت شهر كامل في حاله جفاف عاطفي. الله لا يفرجيكم. على الفيسبوك يا جماعه قاعد بضيف كل بنت بشوفها في وجهي كل بنت حتى هدول اللي بيكون اسمهم اميره اكس سمارت والحلوه الاموره وهذول بضيفهم على امل. ليش قاعدين كلهم بحطوا بيعملوا اغاني حب يا اخي؟ ايش صاير؟ زمان كان الواحد يعمل دس الواحد يعمل هلا كله حب 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 خلص يا والله ما كاين هوا احنا السناقل. بتمنى تضلي بوردي حط ايدك على قلبي. شفتوا نظرة نور مرخ؟ هاي هي نفسها نظرة الاسد هذيك هيك من بعيد. خلص شاف الفريسة. خلص حبي لك مو بس كلام صحتي بدونك لمو تمام. الحلو في الموضوع انك قدرنا نشوف الجزء العاطفي من نور مرخ. احنا متعودين على نور مرخ القوي اللي بكسر وبضرب الناس وهيك عارفين العنيف. بس هسه شفنا الجزء العاطفي، الجزء اللي بحب، الاسد اللي قاعد بدور على اللبؤة تبعته. يعني انا اوكي مش كثير حاب الاغنية كسمع بس كفيديو حلوة. بتخيل انه هو تعب هو عمل يعني اكثر ما عنده، فعشان هيك بعطيه نور مرخ. انا بعرف انه انت بتكرهني، انا بعرف انه انت بتكرهني كثير، انا بعرف اني انا معطيك اسباب تكرهني، بس يلا زلمة لا تلغي الفيديو كوبي رايت. لا بس جد بقدر اعطيك كثير اسباب ليش يعني ما تلغي الفيديو. مثلا السبب الاول انه تعرف اذا بدك تلغي الفيديو الغي الفيديو. والله ما حزعل. كلمة بحب بتقولها وبعيد غيرك انت لا. والله حلو طلع 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 والله حلو هيك بتشوف ظل وقصص ما بعرف اصلا هالشباب كيف بيعملوها. بس يعني انا نصيحتي للبنت يعني لا تدخلي بممر ضيق زي هيك مع نور مرخ. يعني انا شاب بخاف مع حالي لما اروح مع نور مرخ على هيك اماكن. الزلمه يعني عارفين زلمه كثير عنيف يعني. لما شفت عيونك طيبتي على انا كمان عقلاتي طار والله. اتوقع كل حدا حيحضر فيديو عقله حيطير لما يشوف عيونها. لا ما بريد باي.
اوكي الكريدت. اوكي انا بس في اشي واحد حاب اعرفه من الكريدت. يا رب خلينا نشوف. اوكي خلص عرفته. فاليريا اخ منك يا فاليريا، لقد ضربتيني في اماكن لم اتوقع انني قد اضرب بها. استنوا مش زارت معنى هالكلام. 33 مقولة رقيقة عن الحب. اوكي اوكي. ان الهوى في لحظ عينيك كامن كمون المانيا، كمون المنايا مش المانيا. واني اراك بعين قلبي جنة، يا من بك مر الحياة يطيب، يا فاليريا. بس مين اقوى، انا ولا هذاك اللي مسحوا له نظارته؟ فكر في الموضوع فاليريا. طبعا فاليريا خيلينسكا. بس تخيلوا يا جماعة، تخيلوا لو قدام هيك عروس قال ابو الرب وقال خيلينسكا. خلص فاليريا من روسيا، فعشان هيك انا ماخذ راحتي في المزح. لو هي عربية اكيد ما حكي كل هذا. بس الف تحية لاخواننا في روسيا، يعني كل الحب لكم، جد جد كل الحب لكم. لو بس جد لو طلعوا اغنية نور مارك شوفوا كمية الناس اللي اشتغلوا فيها، وسوبرفايزر واديتر ولايتنج شيف ولايتنج اسيستنت وكريوغرافر. ول 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 متعوب عليها، متعوب عليها. عارفين احنا بنتمسخر بس بالاخير نحكي الحق. يعطيك العافيه ابو المرخ، زلمه محترم. اكثر شيء حبيته التعليقات بتحس كانه رجل آلي معلق. The song is beautiful that doesn't bother the underdog. The song is beautiful that doesn't bother the underdog. The song is absolutely wonderful. اغنيه اوكي beautiful، بس انتوا ليش يعني ايش في؟ ليش داخلين نظام الحرب بدون اي سبب هيك؟ لا لا مو طبيعي، انت بتجنن وصوتك بجنن والاغنيه كثير حلوه. الزلمه عمل اللي عليه، بس ما تحكوا صوته بجنن يعني. يعني انا صوتي بخزي، هو صوته متوسط. يعني نكون صريحين، عارف انا عملت اغاني وانا بعترف لكم صوتي بخزي. مو شرط يكون صوتك حلو عشان تعمل اغنيه يعني عادي. لا تقعدوا تحكوا صوتك حلو، صوت مين حلو؟ صوتك لحالك حلو. Congratulations نور فور songs and the song so beautiful. ليش تكتبوا بالانجليزي؟ ليش تكتبوا بالانجليزي؟ اوكي اوكي اسمع اسمع اسمع، اقول لكم هالشغله. هاي شغله حاليا انتم بتحضروا هذا الفيديو غالبا حكون وصلت تركيا. يب سافرت. كل ستوريات كل شيء حكيه على انستغرام، الفلوج ما في فلوج، حكيه كله على الانستغرام، تابعوني. نعم يا اصدقائي، طبعا السبب اللي رايح عليها تركيا شيء كثير كثير مهم. رايح اكل. الاكل زاكي في تركيا، بدي اروح اكل لحمه. اوكي على العموم احذروا مين كمان في موجود في تركيا. صديقنا الحبيب هون نور مرخ في تركيا، فصراحه حاب اشوفه او نعمل فيديو مع بعض. انا حاب اعمل فيديو معه من باب الفضول، مثلا احكي اساله شو رايه بالاشياء اللي عملتها عنه وكذا. اذا بدكم هيك شيء ابعثوا له، احكوا له احكوا له ابو الرب بدي اعمل فيديو معك، خليه، لانه اتوقع انه بكرهني هسه. بكرهني وهيك يعني، اتوقع حيهاجم علي. بس انا بتوقع حيطلع محتوى بضحك، هاي الشغله عارفين. بس يا جماعه هذا الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. شوف كان فيديو حلو قط. هاي هي اغنيه التعليقات، حنختار تعليق عشوائي هلا، هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا. تعليق من الفيديو الماضي، علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي. تعليق عشوائي.